سيد لؤي، أهلا بك. أبدأ معك بالتأكيد، هذا الخبر إذا فعلا كان ما تردد عن سيد جاموس بأن الائتلاف يدرس دعوة لزيارة موسكو. هذا صحيح، وصلت دعوة قبل يومين وزير الخارجية الروسي. الائتلاف في هذا الموضوع. طب ما الذي ممكن أن يجعل الائتلاف الوطني السوري يقبل اليوم بهذه الدعوة والذي رفضها سابقا؟ يعني الآن كما قلت لازلنا ننظر في الموضوع، لم يتخذ قرار. قد يكون هناك وفد ليس على مستوى رئاسي لكن على مستوى هيئة سياسية لفهم الموقف الروسي والنظر إذا كان هناك أي مستجدات. يعني تكون إذا كان في فريق يذهب إلى هناك سيذهب من أجل تقصي الحقائق والنظر في ما قال إليه الموقف الروسي، رغم أنه على الظاهر لم يتغير، لكن هذا ما يبحث الآن والقرار لم يتخذ بعد. طب ما الذي ممكن أن يقدمه الروس اليوم للائتلاف قبل انعقاد مؤتمر جنيف 2؟ الروس كما تعلمين هم حلفاء للنظام وهم قوة أساسية ودولة مركزية في مفاوضات جنيف. فطبعا الائتلاف منفتح على نقاش الموضوعات التي تخدم المصلحة السورية. وإذا رأينا أن هناك مصلحة وفائدة في إرسال وفد سنفعل هذا. لكن كما قلت لن يكون على مستوى رئاسي. طب الوفد الذي سيذهب إلى موسكو هل سيجتمع مع الروس المسؤولين الروس على حدة؟ ممكن أنه يتم اجتماع أيضا مع مسؤولين من النظام موجودين في موسكو؟ أي مفاوضات مع النظام، اجتماع مع مسؤولين من النظام يعني بدء مفاوضات، ونحن لن نبدأ هذه المفاوضات إلا وفق الرؤية التي قدمناها وخطوات التي حددناها. طيب. فإذا كان هناك فريق سيذهب إلى هناك كما قلت، فريق ربما لدينا نقلب الأمور ونستشير، ربما يذهب فريق دون المستوى الرئاسي لتقصي الحقائق، هذا ممكن لكن القرار لم يتخذ. طب متى متوقع أن يتخذ هذا القرار؟ خلال اليومين القادمين. بالنسبة لكم في الائتلاف الوطني السوري هل تم تحديد المطالب الرئيسية من خلال جنيف 2؟ طبعا نحن حددنا مطالب رئيسية وأصدرنا بيان حول جنيف يؤكد على عدة نقاط، ربما أهمها التزام النظام ببيان جنيف الأول. وبالنسبة لنا موضوع المفاوضات ستتم حول تشكيل هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات وتنفيذ النقاط الستة التي حددها بيان جنيف. لن نذهب لأي سبب آخر إلا هذا. فنحن ننتظر طبعا الإقرار النظام وحلفائه بأن هذا هو الموضوع. ثم طلبنا خطوات تمهيدية هي أيضا جزء من بيان جنيف حول فك الحصار وتقديم ممرات إنسانية للمناطق المحاصرة وهي عديدة. غوطة دمشق، حمص، والزارة أيضا في الشمال لا زالت محاصرة ومناطق أخرى، بالإضافة إلى إطلاق سراح معتقلين بالخصوص بدءا بالنساء والأطفال. طب هناك أيضا اجتماع مع الأمريكان قبل عقد مؤتمر جنيف 2، ماذا عن هذا الاجتماع أو اللقاء الذي ممكن أن يحصل؟ عفوا ممكن تعيد السؤال؟ كأنه أسأل عن لقاءات محتملة مع مسؤولين أمريكيين قبل عقد مؤتمر جنيف 2. ما هو طبعا أعضاء الائتلاف والأشخاص الذين يتابعون ملف جنيف على تواصل باستمرار إما هاتفي أو من خلال مراسلات لبحث يعني لاستيضاح أمور وتقديم طلبات والتفكير بالتزامات واستحقاقات. طبعا سنستمر في العمل من اجل وصول لجنيف يحقق اهداف الثوره وطموحات الشعب السوري. واذا لم نتمكن من هذا فاعتقد جنيف لن يكون خطوه مفيده لاحد. طب وهل انتم متفائلون في عقد هذا المؤتمر؟ لا اسال عن جنيف 2 فقط، ولكن هل متفائلون انتم ايضا في زياره الوفد في حال كانت هناك زياره الى موسكو؟ يعني التفاؤل اعتقد نحن تفائلنا انه في النهايه ستنتصر هذه الثوره. واضح ان الطريق صعب وواضح ان النظام لن يستطيع الحسم عسكريا. طبعا اولويات النظام هو الحسم العسكري، هذا لن يتم
وهذا النظام لن يبقى حاكما للشعب السوري الأبي. هذا تفاؤلنا ونحن مستمرون في هذا الخط. شكرا جزيلا لك من الدوحة عبر سكايب لؤي الصافي الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري، حدثتنا من الدوحة.